جميع العمانيين من المكتبات والمعلومات الحاصل على منحة مخزن لعام 2017 التي تقدمها أكاديمية ديسيك بالتعاون مع جمعية المكتبات المتخصصة في الخليج. الحقيقة أن هذا البرنامج غني جدا بكم كبير من المعارف والمعلومات والمهارات والخبرات والعلاقات المهنية مع كم هائل من المتخصصين في المجال في الولايات المتحدة الأمريكية. بداية لو استعرضنا موضوع ورش العمل، لاحظ أن هذا البرنامج احتوى على عدد كبير من ورش العمل والمحاضرات التي في مجملها تدور حول العمل في مجال المكتبات والتعامل مع المعلومات. أيضا موضوع زيارات المهنية، حيث أن البرنامج اشتمل على زيارة عدد كبير من المكتبات سواء كان جامعية أو عامة أو مختلف أنواع الأخرى، والتعرف على خدماتها وأنواعها وجمهورها وما تقدمه من خدمات إلكترونية أيضا تتناسب مع المستفيدين منها. أيضا العلاقات المهنية التي كونها في هذا البرنامج يعني هي علاقات كبيرة جدا مع عدد كبير من المختصين، رؤساء المكتبات، الدكاترة المختصين أيضا في الجامعة، فبالتالي وأيضا حتى مع الزملاء المشاركين في البرنامج، حيث أن في العام الماضي كان تقريبا أكثر من 8 دول مشاركين في هذا البرنامج، فبالتالي هي فرصة لتكوين شبكة من العلاقات المهنية مع هؤلاء المختصين في هذه الدول بما يخدم العمل في مجال المكتبات عند الرجوع من هذا البرنامج. وأنا أدعو جميع زملاء المختصين بالتقدم للمشاركة في هذا البرنامج، وبعون الله أتمنى التوفيق للجميع وشكرا جزيلا.